وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أول ظهور لسيارة مشهورة سناب شات الكويتية فاطمة مؤمن التي تسببت بوفاة شخصين وإصابة آخرين. وأظهر مقطع فيديو سيارة مشهورة سناب شات من نوع بنتلي وقد لحقت بها أضرارا كبيرة من المقدمة بسبب الحادث. الجدير بالذكر أن الشرطة الكويتية ألقت القبض على مشهورة سناب شات بعدما تسببت في وفاة اثنين من مواطنيها وإصابة شخصين في حادث مروري. وأوضحت المعلومات أن المشهورة الكويتية تسببت في وفاتهما بعدما تجاوزت الإشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد. من جهة أخرى، كشفت شبكة إعلامية في الكويت عن تفاصيل جديدة حول حادث مروري مروع أدى إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نجم عن تصرفات فاشينيستا كويتية. ووفقاً للتقرير، فقد صدمت الفاشينيستا سيارة المواطنين بسرعة جنونية أثناء قيادتها بحالة غير طبيعية، وكانت بصحبة شاب كان في حالة سكر. وأشار المراسل إلى أن السيارة التي تسببت في الحادث لم تكن تابعة للفاشينيستا، وإنما كانت ملكاً للشاب الذي كان معها. وقامت الفاشينيستا بتجربة سرعة السيارة وتجاوزت إشارة المرور، مما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي. وفي هذا السياق، طالبت المحامية أروى العنزي النواب بتشديد التشريعات المتعلقة بالقيادة تحت تأثير الكحول، حيث أشارت إلى أن القتل غير العمد يعتبر جنحة وتقتضي عقوبته السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة قدرها 3000 دينار أو إحدى العقوبتين. وأضافت أن عقوبة القيادة تحت تأثير الكحول تتراوح بين السجن لمدة لا تزيد عن سنة وعقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء السجن لمدة 3 أشهر.